السائلة عفاف عبد الله تقول: ذكر أن في بول الجمل تطويلا للشعر، فهل يجوز غسل شعر المرأة من أجل تطويله بذلك؟ لا بأس باستعمال أبوال الإبل للشعر وللتداوي إذا صح أن فيها فائدة للشعر، لا بأس باستعمالها لأنها طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين الذين أصابتهم الحمى في المدينة أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فدل على أن أبوال الإبل طاهرة ويجوز استعمالها لغرض صحيح كالتداوي وتطويل الشعر أو تنظيف الشعر. نعم.